ذات الجبال والألق أكيد نلتقي من جديد عبر صباح الشروق وفي حضرة المبتكرين الصغار. مما نسمع المبتكرين الصغار أكيد يعني صغار عندهم اختراعات كبيرة، عندهم تفاصيل كثيرة، عندهم حاجات محتاجين ننميها، محتاجين نقيف عليها، عندهم بصراحة ابتكارات نحن الكبار ما فكرنا فيها. فتفاصيل كثيرة أكيد بنتكلم فيها من خلال هذه المساحة، وبنتمنى من كل الناس اللي بتسمعنا وبتشاهدنا يا ريت لو يرعوا الصغار ديل إذا كانوا هم أو حتى غيرهم، لأنه بصراحة البلد فيها يعني ما شاء الله ناس مبدعين جدا، محتاجين بس اليد اللي بتمد لهم العون يا حسام. أسي أنت قلت نحن كبار ما فكرنا فيه، أنت يعني دخلت أنا زول كبير. ما أنت زول كبير، ما أنا زول كبير برضه الحمد لله، لكن فكرت فيها. فكرت بشو؟ في كان زمان عاوز اعمل مشروع، ما بحاول لك شيء بس اسرر للناس طبعا، ما نجحت. ما تحصل لا انا فكرتها لكن فكرت. ما انجزتها، ما عشان كذا احنا قلنا دارين يد العون. طيب الكبير فينا منو؟ والله الكبير انت طبعا يا حسام، دي ما يكذبوني على الهواء دائما هو حاله. الحمد لله الحقيقه وقعونا في ناس الكنترول. نحن سعيدين جدا انه يحيي جدا واحد من الشباب المبدع. نعم. وهو عضو فريق المبتكرين الصغير محمد محجوب، اهلا بك صباح الخير. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بكم، سعيدين بالاستضافه لي. محمد محجوب مدير تنفيذ لفريق المبتكرين الصغار، سيمي فاينل في الهندسه الكيميائيه، طالب جامعه الامام المهدي هندسه كيميائيه، وحاصل براتي اختيار في هندسه التكنولوجيا، مديتر في بحثين السودانيين، ومديتر دي اس سي ديفلوبمنت السودان كوميونيتي. جميل، ربنا يوفقك ان شاء الله. بدايه دايرين نعرف المشاهدين من هم المبتكرين الصغار. طيب، اصلا فريق المبتكرين الصغار هو عباره عن فريق بيجتمع فيه الاطفال من مختلف ولايات السودان على اساس انهم هم يتدربوا في البرمجه والالكترونيات والمشاريع الالكترونيه. الحياه دي جات انطلاقا من انه في مسابقات بتكون عالميه، لكن اطفال السودان ما بيكونوا مشاركين فيها، بتكون في جانب بتاع الالكترونيات والبرمجه. فلقينا انه في ضعف في الحاجه دي، فقمنا انشانا الفريق، لانه فيه ناس كان ماشيين مصر يشاركوا في البطوله العربيه للريبورت بمصر، فاستنادا لذلك قمنا انشانا الفريق حتى انه يكون هو جهه تعليميه غير ربحيه، يعني اساس انه هو يعمل تريننج في البرمجه والالكترونيات. جميل، طيب كلمنا عن تدريبكم بصوره عامه، كيف بيتم تدريبكم وكيف كانت دوراتكم التدريبيه؟ انا زي عارف انه في دوره تدريبيه اخيره اتعملت. ايوه طبعا، الدورة التدريبية بتبدأ بأنه نفتح فورمة على الصفحة بتاعت الفيسبوك فريق المبتكرين الصغار، بعد الطالبين من الفورمة بعدها بيكون في معاينات أو انترفيو. الفورمة بتكون فيها حاجات بسيطة اللي هو مثلا مستواه في الإنجليزي كيف، هل عنده شغف بالبرمجة الإلكترونيات، هل قبل كده بدأ برمجة أو بدأ إلكترونيات، مستواه في البرمجة كيف، يعني تفاصيل دقيقة كده على أساس أنه نحن نحكم عليه انه هو مفترض يخش ياتو ليفل او ياتو مستوى من مستويات الكورس يعني. بعدك بيتم المعاينه، وبعدك بيتم انه هو يخش في الكورسات، هي كورسات بتكون مجانيه. بعدك هو بيتلقى الكورسات وبيخرج بمشروع او بفكره اللي هي بيكون عنده استفاده من الدوره دي، يعني الاستفاده اللي عمله شنو من الدوره دي انه يخرج ده بمشروع الكتروني. نعم، محمد محجوب المبتكرين الصغار، دارين نتعرف على الابتكارات اللي تم تنفيذ لحد الان. طيب، عملنا دوره الاسابيع مضت، خرجوا منها الاطفال بمشاريع ممتازه جدا، منها مشاريع في البيئه، منها مشاريع في الزراعه، زراعه ذكيه، منها مشاريع في القياده الذكيه ايضا، منها مشاريع في خدميه يعني كمعالجه البيئه والتلوث والحياه دي يعني. ايضا عملنا حاجه ظريفه جدا اللي هو انه الطلاب او ستودنت نهايه المسابقه او نهايه الدوره يتحدوا بعضهم البعض، يعني يكون في مسابقه على اساس انه هي بتثري روح الحماس والشغف وكده. فكانت مشاريع ممتازه جدا، يعني بنتمنى انه الجهات الراعيه انه تتبنى المشاريع دي لانها بجد بتخدم السودان وبتخدم العالم اجمع يعني. جميل، احنا عاوزين نتكلم عن مشروعك لكن برضه دايرين نتكلم لنا على الصوره اللي هي معانا الان على الهواء مباشره، وبنشوف اعضاء فريق المبتكرين الصغار، وبنشوف كمان زي في برنامج تكريمي بالنسبه لهم. طيب، البرنامج ده تم في قاعه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اللي هو كان ختام دوره الاردوينو والالكترونيات الثانيه.
يعني كان فيها مسابقة ودي برضو أثناء الكورس التدريبي، يعني الأطفال يعني زي ما شايفين مستمتعين بالأجواء الإلكترونية ومستمتعين بالتوصيات الإلكترونية أيضا، حتى أنه في الـ في الـ في الـ في أثناء التدريب بتلقى أنه الأطفال عندهم قدرة على استيعاب عجيبة جدا، يعني بتلقى أنه حتى هم المدرب بيستفيد من خلال تعليمهم ده الصغار، يعني فما شاء الله يعني ده جاني برضو من مشروع الكتروني لعبد المنعم وكوتشي خالد رشاد، يعني صور مميزة حقيقة بتثري الحماس والشغف في أطفال السودان يعني أجمع وفي المشاهدين. الملاحظ روح التعاون والاندماج بين الأطفال وهم شغالين مع بعض، يعني روح التيم. أيوة، وده ما يميز فريق المبتدئين الصغار، أنه يعني كل هو مجتمع متكامل، يعني بيربط بعضه البعض حيث أنه ما في واحد متعالي على واحد، يعني حتى الظاهر أنه في كوتشي خالد ومعه الستودنت، فبتلقى أنه ما في تميز ما بين ده مدرب أعلى مني وده طالب أقل مني، لا في اندماج كده عجيب جدا في الفريق المبتدئين الصغار. جميل. طيب عاوزين نجيب معك يا محمد محجوب على مشروعك اللي انت اشتغلت عليه. طيب المشاريع اللي اشتغلت عليها اللي هو كان عبارة عن براءة اختراع في جهاز بتاع تنقية مياه باستخدام أدوات محلية، فالجهاز بيعمل عملية بتاعت فرتة للمياه بحيث انه هو ينقلين مويه بتكون وسخانة مستهدفين فيها القرى والمناطق الريفية بالذات في الخريف والحياة دي، لكن ما هو نفس الفراتر في السوق ده بيستخدم مواد محلية، يعني اللي هي كان استخلاص ل قشر الفول السوداني والنعناع الاثنين بيعملوا عملية بتاع التعقيم وترسيب، وبعد ذلك استخدمنا فيها تقنية النانو تكنولوجي، فكانت حاجة مميزة جدا يعني. طيب في مشاريع وابتكارات شغالين عليها الآن؟ حاليا في فريق المبتكرين الصغار في مشاريع في دورة هتكون قادمة إن شاء الله بسبب تأجيل المدارس وكذا، ففتحنا الفورمة ثاني على أساس إنه الناس تسجل في الدورة الجاية دي، برضو بتكون في روضوين وإلكترونيات على أساس إنه الناس تقدر تشارك فيها. مشاركات الفريق خارج السودان منها مسابقة فارس جلوبال حصل شغالين عليها، منها مسابقة البطولة العربية الريبوت، منها مسابقة ريبوت يمتلك موهبتي وأحرز خالد المركز الثاني على مستوى العالم العربي، منها مسابقة أيضا ريبوت يتحدث العربية، فدي كل المسابقات جزء منها وبعض منها شارك منها أعضاء الفريق في هذه المسابقات. عمل زي ده عمل كبير جدا، ودائما ما على مستوى العالم وعلى مر التاريخ وتقادم السنين أي عالم في مجاله اخترع اختراع بنلقاه حاول عدد كبير جدا من المحاولات، يعني أينشتاين، نيوتن، الأسماء كثيرة جدا. أكيد أكيد. فالتجارب يعني حقول التجارب عدد من المرات أرقام مهولة جدا. أكيد بتواجهكم صعوبات على مستوى الاختراع وعلى مستوى البيئة المتاحة. فكده خلينا نتكلم عن الصعوبات دي شوية. طيب. في الصعوبات دي في موقف كده يحضرني يعني يجسد بعض من الصعوبات دي. أنه في ختام الدورة التدريبية اللي هي كان في رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فكان اليوم ذاك يوم الخميس، فكان في إقلاق لشعراء القيادة العامة، فأوشك أنه نؤجل الختام، لكن سبحان الله أصر الأطفال على الذهاب مشيا على الأقدام من شعراء القيادة إلى القاعة حتى أنهم يقدروا يعدوا مشاريعهم، فده كان يعني كل ما ظهر لهم تحدي ظهروا هم تحدي بحله يعني وبمواصلة المسير. تحديات كبيرة جدا واجهناها، قطوعات الكهرباء، الشبكة، المواصلات، الناس كلها بتجي يومي، يعني تحديات صعوبات كثيرة لكن الناس بقت تتجاوزها لأنه عندها هدف سامي وهدف يعني نبيل جدا يعني. جميل. محمد، في جهة داعمة أو راعية بالتحديد للمبتكرين الصغار؟ والله الدورة اللي فاتت كان اللي هي في ام سي بروجرام، نشكرهم على رعايتهم للدورة المضت، منظمة شباب ولن السودان ومنظمة ريادة التنمية والأعمار، فدي الجهات اللي كانت راعت الدورة المضت. أكيد بنطمح لأنه توجد شركات يعني اتصالات وترى الفريق ككل يعني وترى المشاريع المخرجة حتى أنه الناس تشوفها على أرض الواقع وتستفيد منها يعني. محمد محجوب، والله نحن سعيدين جدا بك وانت عضو فريق المبتكرين الصغار، واحد من المخترعين اللي ان شاء الله نتمنى
وانه نشوفه في المستقبل القريب ونتنبا لهم بمستقبل اكثر اشراق ان شاء الله، ومشاريعهم ترى النور ما على مستوى السودان بس، على مستوى عالمي ان شاء الله من خلال مشاركات كبيره. سعيدين جدا بك في صباح الشروق، وخلينا نتيح لك المجال لكلمات ورسائل اخيره. طيب بشكر كل القائمين على الفريق، بشكر المنزل احمد عطيه، بشكر الكوتش خالد وكوتش مات والشباب كلهم المدربين، كوتش معاز وعزه، الشباب دي كلهم يعني ما قصروا، والناس اللي نسيناهم برضه ما قصروا. بشكر برضه الناس اللي دعمونا الدوره التدريبيه اللي مضت، والناس اللي حيدعمونا برضه مستقبلا يعني، بشكر اسرتي واصدقائي كلهم يعني. وبحب اوجه رساله لكل افراد السودان على انه الناس يعني تنضم للفريق وتحاول انه ما تنسى الداعمين. اي ما تنسى الداعمين، والناس تنضم للفريق وتحاول انه هي تنمي قدراتها ومهاراتها في الجانب الالكترونيات والجانب البرمجي، لانه ده العالم يعني، حاسس بقى توجهه على الحاجه دي. وبوجه رساله برضه للشباب ان هم الهمه العاليه وعدم الياس، حتى ولو كانت الضغوطات والصعوبات اللي بمر بها السودان، لكن الناس بتقدر تنجز وتقدر تعبون ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا محمد محجوب عضو مجموعه المبتكرين الصغار. اكيد بنتواصل، واكيد يعني ابتكارات شاهدناها وابتكارات ان شاء الله حتشاهدوها من صغار في مقبل الايام القادمه. استاذ مشيت ربك قبل كده؟